لم يكن الوصول إلى معسكر ما أطلق عليه الجيش الشعبي الكردستاني سهلا. سلكنا طرقا وعرة ليستقبلنا رباز شريفي في أولى سواتر الجيش، تدريبات قاسية بالنار والحديد لمقاتلين كانوا الجناح العسكري لحزب آزاد الكردي الإيراني المعارض، لكنهم ماضون اليوم لتأسيس جيش نظامي ليحارب شتى أنواع الإرهاب. أسسنا هذا الجيش لمحاربة داعش والإرهاب الدولي وجميع الأفراد من كردستان الشرقية في إيران، وعددنا أكثر من 3000 مقاتل في عدة أماكن. تأسيس الجيش جاء وفق معطيات الساحة السياسية الجديدة، فالقوات التي كانت تحارب الإرهاب بالمحور الغربي بالأمس استوطنت شمال كركوك لصد هجمات داعش نحو الإقليم. الجيش الكردي هو جيش قومي يضم جميع المذاهب واللهجات ممن ذاقوا الأمرين تحت وطأة حكم إيران، ومشهود له حربه ضد داعش في السابق، لذلك اخترنا هذا المكان لنكون خط صد لحماية إقليم كردستان ممن يهددون أمنه. مقاتلات الجيش الكردي يتلقين تدريبات صعبة تحت أشعة الشمس يوميا، حلم الاستقلال يراود جميعهن. لا قيمة لحياة كريمة وسهلة دون تحقيق الهدف بتأسيس دولة كردية مستقلة. حريتنا كشابات مرهونة بتحقيق هذا الحلم، وسنبقى نناضل من أجل ذلك. على بعد بضع كيلومترات من ألتون كوبري في كركوك أسس الجيش الوطني الكردي ب3000 مقاتل ومقاتلة ليحارب إرهاب داعش ويحرر أراضيه التي احتلتها إيران بحسب وصفهم. من كركوك تل الأغا، الشرقية نيوز.